لو بقى تجربة شخصية ليك. اه طيب قول. على طول كده. شفت إيمان على طول يعني. على طول. يعني في أقرب حاجة ليا كانت كروان بحبها. طيب يلا. كروان كروان سهران الليل وانسان بغنى العصافير على ورق التوت، وهو صوت العود مع صوت الناي بيقول لي ازيك مش مبسوط، وعيدان الفل توزع ندى ونسيم على الكل، وصباح الخير تتقال بالليل علشان الليل سهران مطرود، وقلوب بتحن وقلوب بتحن تئن لأن العين مشتاقة وألف لكن، الخوف الخوف بيبات في عيون صحية بتقلب على مليون ناحية، وبسابق قلبي في 100 ضحية بتموت أحاسيس أحاسيس تحيا، وفي وقت ما بصرخ وارفض أحن، بتموت أحاسيس أحاسيس تحيا، وفي وقت ما بصرخ وارفض أحن، يا ملاك يا هلاك يا نسيم فتاك، لو كانت قالت هستناك لو كانت قالت مش هنساك، كروان حيران من هنا لهناك زفوه في الدنيا وقالوا اتجن. طب كان ليه القرب وبعده البعد؟ كان ليه في البعد نعاند بعض؟ كان ليه؟ كان فين؟ كان ايه في العين؟ كان نني ومني ويا ريتني ما قلت، انا بضرب نفسي بميت مركوب مصلوب مصبوب في كاسات مشروب، وساعات كرباك وساعات مضروب، وضحيه لكل ضحايا الدوب، انا ليا في باب التوبه دروب، انا ليا انا فيا في صبري من ايوب، انا عمري العمر مش محسوب. ده الموضوع خلص بشكل مأساوي جدا. كان من باب اولى نراعي السن. انا عمري العمر مش محسوب، كان من باب اولى نراعي السن. قلبت عيوني عليها صور، قبلت صورها بعيني نظر، جربت رمشها قالوا لي خطر، وضوافر طافت ألف وتر، وأنا قلب الوتر اللي مش مشدود، أنا بلعب جيم خسران بشروط، لو قلبي في بالك مش موجود، لو مش دريان هربان مطرود، فساعتها الحب يموت موقود، وهو نخلص ونريح ممكن. خليك خليك على ورق التوت، خليك خليك لو حتى هكون مش ليك، كروان بيقول للعصفور حن، كروان كروان بلسان ودموع وحنان وحنين وكفوف وظروف وأنين، ومكان ومكان بيدور له على كيان، وكيان وكيان بيدور له على مكان، ومكان ما تكون بيكون ده وطن.